هل هو فعلا الوقت مهيأ ان يلتقط بعض الانفاس ولا عايز يخلص ويخلص؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، هل طارق العشري تخلى عن المدرسه الدفاعيه؟ كابتن طارق العشري على حسب المنافس اللي قدامه، يعني مش كل مباراه بيديرها بنفس الاسلوب. لكن هرد لك على السؤال الاول. طبعا بالنسبه للاهلي الافريقي اهم دلوقتي في الفتره، حتى في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. زي ما نجيب قال الدنيا اهدى شويه في الدوري المحلي، خاصه ان الغريم التقليدي الزمالك مش في افضل حال. انت عندك فيوتشر بس هو اللي بلغه الكوره كده واقف على رجله وبيضايقك شويه وبيضايق عليك الخناق، لكن فيوتشر مش صاحب النفس الطويل اللي يقدر يكمل لغايه الخطوات الاخيره. لكن عاوز اتكلم على نقطتين مهمين يا كابتن سيف. التحدي الدفاع عنده تحدي، اتكلمنا على انه ازاي توجد الحلول لو المنافس بتاعك بدا يقرا المفاتيح اللعب بتاعتك. طب التحديات الدفاعيه، اولا لو رجعوا للضربات الثابته اللي كانت على الاهلي في الملف بتاع نجيب، الضربات الثابته هتلاحظ حاجة في الأهلي في الفترة الأخيرة في الضربات الركنية أو الضربات الثابتة اللي على الأطراف، الأهلي بيهمل القايم البعيد بصورة مرعبة. تعال كده بص في الضربات الركنية أو الضربات الثابتة اللي في مباراة بيراميدز بس. لو رجعنا أولا هنرجع معلش يا شباب، بتتلعب لنقطتين. أولا طيب دي طيب هنقف هنا لحظة. أولا ملعوبة عند سامي على القايم البعيد. أنت عارف مين اللي جاب الجول ده كابتن سيف؟ استكمالا برضو للضربات الثابتة، حالة السرحان، الراجل اللي في ظهر علي معلول، علي معلول رافع إيده، ارجع كمان يا شباب، ده واقف على بوز ال 18 بالظبط. الراجل اللي جاب الجول، ده الراجل اللي جاب الجول. علي معلول مصمم إن هي أوف سايد، طيب يا علي كمل الهجمة للآخر وتقف وبعد كده في فار، يعني حتى لو طلع التسلل كمل بس أهم حاجة للهجمة الأخيرة. نمشي بقى يا شباب واحدة واحدة. بص معلول فضل واقف ورافع ايده ومصمم ان هي اوف سايد. لا كمل. ده عايز اقول لك حاجه، هو اصلا ما شافش الراجل بالظبط، يعني هو مش شايف. هو بيحكم على سامي، بيحكم على اللي هناك اللي هو سامي. أيوه احمد. أيوه سامي اللي حطها براسه. أيوه في العرض، ما هو ده احمد سامي. دي اول نقطه. تاني نقطه هنا بس عاوز اتكلم في التمركزات، ان ياسر بس لا ارجع كام فريم يا شباب، خلي احمد سامي يسبق يقطع من قدام ياسر ابراهيم، ياسر اللي رافع ايده. خلاص احمد سامي ما ينفعش ان احمد سامي هو اللي يقطع من قدام ياسر ابراهيم. خلي بالك هم هي فيها خدعه تامر، هو في واحد عامل اوفسايد رجع ما تدخلش خالص في الكوره، تمام، فهم وقفوا رفعوا عليه. انا مش اخر واحد في بيراميدز. سيبك من التسلل خالص يا كابتن سيف، انا بكلمك في المدافع. يقطع قدامه، ما ينفعش يخلي المهاجم هو اللي لجوه. معلش يا شباب، عاوز واحمد سامي بيقطع من قدام ياسر ابراهيم اقف. هي دي بالظبط. هنا لو اي لمسه لاحمد سامي بينالتي، لانه خلاص قطع بقى هو الاقرب لمرمى الشناوي، اي لمسه في ياسر ابراهيم هتبقى في ظهر احمد سامي وهتبقى ضربه جزاء. فياسر ابراهيم هو اللي لازم يبقى جوه ويبقى في ظهره احمد سامي. صح. دي اول نقطه. تاني نقطه، الراجل اللي ياسر في ظهر علي المهاجم بينه وبين المرمى، ودي غلطه كبيره. ودي غلطة كبيرة. ومع ان ياسر من المفروض ان هو من اميز الناس اللي بتلعب براسها في النادي الاهلي. ادي اول نقطه اتحطت. بص اللي جاي من ورا معلول سبقه بحوالي اربع خمس خطوات، خدمته طبعا ان هي ردت. لا مش سبقه، هو معلول وقف خلاص. معلول وقف مصمم على ورافع ايده، مع ان اللاين مان في ظهره. هو اللاين مان بس اللقطه دي مكرره كتير قوي مع معلول. دي نقطه. تعال شوف الكورنر اللي بعديه. خلاص يا شباب بص الكورنر اللي بعديه ملعوب فين يا كابتن سيف؟ برضو على القايم القريب. وبص الاهمال بعيد، بص على القايم البعيد بعيد. بص على القايم البعيد وهي فوق اول ما يفتح الكادر اقف. بص يا شباب اهمال، ارجع كمان بص الراجل حاطط، بس حاطط في ظهره كام خطوه؟ ثلاث خطوات، هو مش شايفه اصلا. فده معناه ان في اهمال كبير جدا للقايم البعيد في الضربات الثابته للنادي الاهلي. امشي، الراجل طلع، الشناوي طلع غلط، الراجل حطها اتشالت من على خط الجول مرتين، ادي واحده، وحسين ادي الثانيه، واعتقد عمرو السليه الثالثه، حمدي فتحي طيب امشي للي بعديها، الضربه اللي بعديها بص كده اتلعبت فين؟ برده لا ارجع برده يا شباب، وهي عند في نص الجول بس. صح. بص اللي اي قطع لا امشي لقدام يا شباب، انا تعبتكم معلش بس كتر خيركم. امشي كده بص اقرب واحد مراقب الراجل على بعد كام خطوه. والراجل بيحطها باريحيه ولا في التمرين. والشناوي برضه طلع غلط، وفي اهمال كبير. صح. للقايم البعيد. فالراجل عنده ادي اول تحدي في النواحي الدفاعيه. صح. افساد الهجمات الضربات الثابته. التحدي الثاني يا كابتن سيف توسيع مساحه اللعب في الحاله الدفاعيه. ودي النقطه اللي بيشتغل عليها كابتن طارق العشري. لو جابوا الجول الاول بتاع فاركو في الاتحاد، دي النقطه اللي بيشتغل عليها كابتن طارق العشري، اللي هي بتتلعب طويله عند علي بهيج، الاثنين على طول بيضموا في جوه. شكري نجيب يتخلى عن الطرف الشمال يدخل في العمق. بص انا هجيبها لك في الاعاده. بص الراجل معاه مساحه قد ايه، علي بديع انه استلم ولف وحطها تشيب في ظهر. انا عاوزه اول لما الاعاده الثانيه يا شباب تقف، الاعاده اللي من ورا الجول ده طبعا بس
اولا مدافعين الاتحاد هنا لازم يقربوا شويه من الدايره، يعني لازم يا كابتن سيف من وجهه نظري محمود علاء وكان مين السنتر باك وصبحي اللي كان بيلعب جنبي اكتر لقطه في الدوري الممتاز فيها مساحات. الله يفتح عليك، مهم جدا وانا بهاجم 5 متر لوحده. لازم هنا يا كابتن سيف محمود علاء وصبحي هم واقفين عند الخط اللي ما بين النجيل اللي فاتح والنجيل الغامق ده، هم لازم يبقوا واقفين عند النجيل الغامق اللي قدامهم. هي المشكله هنا ان الاتحاد تنظيم الدفاع كان معتمد على انه يبقى كل واحد على واحد، يعني الاتحاد كلهم طلعوا على لعيبه فاركو واحد. يا احمد ده بص ده ايوه لا بص المساحه ده ما فيش حد ماسك حاجه. ايوه هي دي غلطه، بس هو الاتحاد المساحات دي كلها الاتحاد اداها لفاركو، لان الاتحاد لعب واحد على واحد. بدا الاتحاد يضغط على فاركو عالي، هو فاركو كان منتظر انه يستدرج الاتحاد لدي، فلازم الاهلي النهارده ما يتمش استدراجه لان يبقى عنده النوعيه دي من المساحات. نجيب الاهلي اتكلم على حته الاهلي اشرح لك بس النقطه دي اللي سمحت لعلي ارجع يا شباب معلش. بص بديع استلم وطولت منه وعليت والراجل معاه مساحه تسمح له انه يعمل كده. امشي يا شباب بسرعتها العاديه بقى خلاص عشان مش هعذبكم اكتر من كده، على صدره وحطها وفي مساحه في ظهره. امشوا معتبر ومحدش ده يا جماعه. لا لا كتر خيرهم الناس قومتهم من على الفطار. فاذا دي المهمه ليه يا كابتن سيف بجيب لك الحاله دي؟ ما تنساش ان الاهلي وهو بيهاجم بيطلع لعيب من نص الملعب يروح كمهاجم تاني اللي هو حمدي فتحي. طيب. فلازم في الوقت اللي بيجري فيه حمدي يكون السنتر باكين بياخدوا الدفاع وبيقربوا وبيضيقوا مساحه اللعبه في الحاله دي. لو انا خدت كلام تامر ده يمشي مع الاهلي ولا يعني كل فريق وليه سيستمه؟ هي النقطه كلها انت النهارده كان يعني كابتن رعش يقدر يعمل كده مع الاهلي؟ يقدر ولا هنشوف باركينج ورا يقدر؟ ده بالعكس المباراه دي النهارده تتويج لمجهود كابتن طارق العشري في التسع مباريات اللي فاتوا في الضلمه، لان في النهايه المباريات اللي خارج الاهلي وزمالك خارج المباريات الكبيره بتبقى الناس مش مركزه معاها قوي، المباراه بتلاقي في توقيت واحد كمان مؤخرا بقالنا فتره، فمش كل الناس مركزه واخده بالها فاركو عامل ايه، بيقدم اداء شكله عامل ازاي، وحقق نتائج جيده قد ايه. فالنهارده المباراه دي البرواز هيبروز بقى شغله في التسع مباريات اللي فاتوا، فهو النهارده دي اهم مباراه عنده، يقدر يعمل ده مع الاهلي طبعا، يقدر يستغل حاله الراحه الذهنيه للاهلي، حتى لو كولر مش هقول لهم ريحوا، لكن لعيبه من نفسهم كسبانين كاس مصر داخلين على دور 8 افريقيا خلال 8 ايام زي خلال ايام بسيطه جدا، الرجاء زي بكره النهارده الجمعه صح زي بكره خلال 8 ايام من النهارده، فالحقيقه الاهلي هيبقى مريح حتى لو مش بمزاجهم، هيبقى شيء لا ارادي كده مريحين شويه. هل توقع للتشكيل النادي الاهلي؟ كولر هيحاول اللي اعتدناه منه، حتى لو هو مريح مش هيحاول يغير كتير، هيقتصد في المجهود جوه الملعب، لكن الاسامي مش هتغير كتير خصوصا ان مفيش اسامي كتير متاحه يعني. يعني بنتكلم في معلول، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، حراس المرمى اظن يمكن يكون علي لطفي. علي لطفي اظن ممكن يكمل دفع بيه لانه في المحل اجاد الحقيقه، فمفيش مانع انه يريح شناوي مره كمان. خط الوسط احنا بنتكلم في اليو ديانج، مروان عطيه، وحمدي فتحي، عمرو السوليه غالبا هو اللي هيريح، والقندوسي احتمال احتمال لا بس ممكن. مروان عطيه؟ مروان انت قلت مروان خارج الفايف. انا بقول ان هيلاعب حمدي. لا مروان مش خارج القايمه، هيلاعب ديانج وحمدي وقفشه ويريح مروان ويريح مروان كهربا وينجر ناحيه الشمال ويلعب بشريف. ده كريستو هياخد النهارده، حتى لو ما بداش كريستو هياخد وقت كويس النهارده. بس بيرستو هو اللي بره النهارده، واحمد عبد القادر بره كمان، وطاهر المفروض انه موجود واتمرن، فاحنا بنتكلم في طاهر، حسين الشحات، واحد من كهربا ومحمد شريف، واحد فيهم يلعب وينج والتاني يلعب مهاجم زي ما تامر قال. دي القصه يعني، بس النهارده هنشوف القندوسي شويه وقت كويسين، وهنتفرج كمان على كريستو ان شاء الله باذن الله. نشوف مباراه جيده. تامر شرفتني ونورتني. شرفنا يا كابتن سيف حبيبي، ربنا يخليك. احمد شرف بوجودك دايما. بشكرك. اشكر حضرتك.